قبل أيام طلع خبر على الإنترنت منسوب المصدر أمني في ذي قار بإفشال مخطط لإسقاط محافظ الناصرية، مخطط ينفذ على الأرض لإسقاط المحافظ محمد الغزي. محمد الغزي مو حميد الغزي لا تشتبهون. بالخبر قيل إنه المخطط مؤامرة اشترك بها مقربين من الغزي نفسه منصبا ومكانا، وبعضهم من كبار موظفي ومسؤولي الناصرية، وتشترك معها شركة مقاولات، وداخل الشركة اكو وكر لتنظيم عملية اسقاط الغزي، وهذا الوكر ضبطوا بيه ارقام عجلات مزورة ولافتات ومنشورات كلها تنال من الغزي. بصراحة الخبر صور الموضوع كأنه محاولة انقلاب، ولا انقلاب بكر صدقي اللي اطاح بالهاشم عام 1936. بعض المراقبين وان كان يرى انه الكلام مبالغ به شوية، لكن فعلا المحافظين تعرضوا لضغوط ومحاولات ابتزاز فردية تارة وحزبية تارة أخرى منذ أن راج خبر تغيير المحافظية بتحالف إدارة الدولة، وإجا السوداني وانطاهم سلاح ورقة تقييم المحافظين اللي لم يتم استخدامه بطريقة على نيتي ونيتك، إنما تم استغلاله بتهديد المحافظين بالعزل إذا لم ترسوا المناقصات والمشاريع والامتيازات على الطرف المهدد حزبيا كان أم فرديا. نفس فريق المراقبين هؤلاء يقول أنه إعادة مجالس المحافظات ما هو إلا وسيلة ابتزاز لجهات لدى الأحزاب المتنفذة حاليا لنزع سلطة المحافظين وإعادتها للأحزاب تحت عباءة أو شاكية من سيمثلهم. يجي هنا رأي آخر لمراقبين برؤية أخرى فيسألون إذا كان هذا الكلام صحيح فانطونا الجواب الصريح حتى ترتاحون ونستريح. إذا كل الكلام هو ضغط لنزع صلاحيات المحافظين، ليش محافظ بغداد تبرع بإعادة صلاحيات المحافظة على مؤسسات وزارة الصحة والتربية؟ إعادة الصلاحيات إلى الوزراء تلك الوزارات، يجاوبك صاحب المعرفية ويقول لا العطى حالة خاصة، هو تبرع بما يطلب منه. فكانت النتيجة انه معظم مشاريع المحافظة وصرفياتها توقفت من قبل معاونيه، وتوقع من قبل معاونيه وليس من قبله. فاذا كان محافظ بغداد تخلى عن صلاحياته من البداية المعاونيه لاسباب لا احد يستطيع تفسيرها غيره، فمن العادي ان يتبرع بصلاحياته للوزارات وهم لاسباب هو يعرفها اكثر من غيره. بس النتيجة شنو؟ المعاونين قاموا يناقلون بأموال مشاريع بغداد لأوجه انفاق لا قيمة خدمية إلها، مثل شراء شمعات لتعليق ملابسهم ب 180 مليون دينار، وشراء أثاث مكتبي بمليار دينار ليس للاستخدام إنما للرصيد المخزني، وبدل ما يعبدون طريق الزائرين يسألوهم على فلوس المشروع يقولوا لهم اشترينا بيها للزائرين كباب. على كل اسمعوا الزبدة وركزوا وياي كل الزين. اللي راح أقوله متأكدين منه إنه أكو قائمة محافظين جديدة، أو بالأحرى أكثر من قائمة يجيبها كل رئيس كتلة جاهزة للعرض، واللي آخرها الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات. وانتوا سمعوا وفهموا وفسروها بكيفكم.